قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآيات روية في سبب نزولها أن رجلا من المشركين يقال عقبة بن أبي معيط ويقال غيره، سافر سفرا في تجارة، فلما رجع، وكان من عادته إذا رجع من سفر أن يصنع وليمة، يمن له عزومة ويدعو الناس، ويشق عليه إذا لم يحضر أحد من الناس، فدعا إلى وليمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إسلامه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي حتى يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد. فلما سمع بذلك أبو جهل أو عبد الله ابن أبي أمية أو غيره، أمية بن خلف أو أبي بن خلف، لما سمع أن هذا الرجل قد دخل في الإسلام وفي دين النبي عليه الصلاة والسلام، قام إليه واستفزه حتى قال له: لا أرضى حتى تأتي محمدا فتكذبه وتبصق على وجهه. فذهب ففعل ما طلب منه صاحبه، فنزلت هذه الآيات. ربنا قال: ويوم يعض الظالم على يديه. ومن المعلوم يا أخواننا أن الإنسان لما يفوت عليه أمر هو حريص عليه بعض على أصبعه، فالعلماء قالوا من شدة الحسرة يوم القيامة أن الإنسان الظالم يعض على يديه، قالوا يأكل اليدين إلى المرفق. والظالم هو المشرك، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيوم القيامة بيقوم بتحسر على إنه ما تبع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي ليتني اتبعت من السبل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان هنا جاءت عامة، لأنه كتار المضلين كتار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كتار جدا، أئمة بتاع ضلال، تلقى إمام بتاع ضلال يقول لك تناديني في الشدائد، إمام بتاع ضلال يقول لك الأولياء بيعلموا الغيب باطن وظاهر، إمام بتاع ضلال يقول لك تذكر الله بالنوبات، إمام بتاع ضلال من وجه آخر يجي يقول لك عذاب قبر ما في وعيسى ما نازل، والأهل اليهود من اليهود والنصارى أهل الكتاب ما كفار. فكتار الأضلاو ده بيتكلم عنه يوم القيامة. عشان كده ربنا قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. جوا جهنم ما دار يقتنع. عشان كده المجارم الكبار قاموا قال لهم: هوي هنحل أنا ويتجرسنا، ولو صبرنا على العذاب طريقة نمرق من جهنم ماف، أي واحد خليه يشوف عذابه. ربنا قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر. شوف الشيطان بيتكلم لهم كلام مجية نجيط عشان تاني ما يعملوا له إزعاج.
ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله فدالهم بأداة التوكيد الثقيلة وعدكم وعد الحق. الله قال لكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم شنو ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم شنو الشيطان دعاه لك وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهنا الشيطان بيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق. ودي أخواننا والله دي ورطة كبيرة ودي حسرة. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. حصل يا زول يا أخواننا يوم داري يجي الصلاة هنا إبليس ينكل مثلا داري خش الجامع أو زول ما داري يمشي حفل إبليس جاء جراو أو اللي عليه مثلا العاب نارية في السرير عشان ما ينوم. ما حصل صح براك انت بس إبليس قال لك مش وضيك كويس وكذا وانت براك مشت. وفي ناس كمان بيحيروا إبليس ذاته والله في ناس في الضلال يحيروا إبليس ذاته يجيبوا لك كلام ذاته انت الزول ده جابه من وين ما تعرف. قال ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني أنا ما بمرككم من جهنم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. مش في الدنيا هنا بزي اليوم الشرك يقول لو أنت الشيخ ده لحاق بعيد والشيخ ده بيقف معاك واو إلى آخر في الآخرة بيتنصل منه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وشياطين الإنس والجن كتار. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم فرقنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. الزول البنادو ذاته قال له إذا كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعتي لما يمشي هناك يوم القيامة بيقول له ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما كنت قاعد تعبدني بينكروا مرة واحد. وفي الدنيا هنا ورطوا قال له والختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح وده الروح ذاته ده الورط عرفتها. فيوم القيامة يتحسر يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عشان كده يا أخواننا وده كده خليك من الطرق الصوفية والجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة ده كله خليك منه. قد تلقى زول ما منتمي لأي حاجة لكن عنده أفكار إبليسية. أنت مثلا دار تقوم تصلي ولك أصبر لسه ما غامه يا أخي أنت ذاتك بتصلي في ناس ذاته ما بصلي يقول لك أنت جاي ذاتك مستعجل على شنو الصلاة وكيتة واسع هيا ابني أبو حنيفة دار يصبطك ويجي يقول لك أرح معي وكده ويورطك يقول لك أنت بيتين أسلمت أو تكون صاحبه من زمان يعني يقول لك أسمع إحنا زمان ما كنا بنقتل الحفلة سوا يعني عامل لنا فوق مولانا يعني ولا شنو هاي عامل مولانا أسلمت هسدة أنت عندك معي رأي ولا عندك مع الله رأي أسلمت هسدة دل بيورطك. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو خذول. عشان كده إبراهيم عليه السلام قال لأبو شنو قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان شنو وليا. فلابد يا أخوان الإنسان في دينه ما يجامل وما يلعب وما تهاظر فيه كويس عشان ما تتورط بعدين. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فدي أخواننا تبقى مصيبة. عشان كده الإنسان الواجب عليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهم مسألتين في الإسلام يا أخواننا ودي بني عليهم الإسلام أن لا يعبد إلا الله ودر ربنا بعث به كل المرسلين وأن لا يعبد إلا بما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ما تمسك لك عبادة ساي ما عندها دليل يقول لك صلاة الفاتح
تحت الطريقة التجانية. جبتها من وين؟ يقول لك أحمد تجاني كان الرسول جاء يقظة لا مناما وأداه. لا، هل عمل الرسول؟ يقول لك لا، ده من علم الباطن، لا أمشي شيله في بطنك هناك، ما بينفع معنا. لأنه العلماء قالوا كل عمل يوم القيامة ينشر له ديوانان، الديوان الأول لما والديوان الثاني كيف. انت جيت صليت هنا بيسألوك من اثنين، لما وكيف. لما يعني صليت لمنه الصلاة دي؟ صليت لمنه؟ صليت لله صح، وما فيها 50% أو جيد جدا، ما في، لازم تجيب المجموع كامل. والسؤال الثاني كيف، يعني انت صليت كيف الصلاة دي؟ صليت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام. بعد ذاك نقص الخشوع، ما تفكرت كويس في الصلاة، بعد ذا صلاتك صحيحة، لكن بعد ذا يعني تتفاوت شنو أخوانا؟ تتفاوت الأجور، فيبقى ما في إشكال، والإنسان يجاهد نفسه وكذا. لكن أهم حاجة أصل العمل يكون خالص لله، ويكون على وفق شنو؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب باب كبير جدا، باب كبير جدا، يضل فيه الإنسان إذا ما اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وإذا كان في أسئلة نفتح فرصة للأسئلة. شيخ، هل تجوز المجاملة؟ وفرق ما بين المجاملة والمداهنة؟ طيب، المجاملة والمداهنة، المجاملة إنه الإنسان يمشي مع إنسان في حاجة وليست واجبة مثلا، فده ما فيه إشكال إذا ما كان بخل بشيء من الدين، ما فيه إشكال. وفي حاجة يسمى المداهنة، وتاني في حاجة يسمى شنو؟ المداراة. المداهنة والمداراة. المداهنة ممنوعة، الإنسان يداهن في الدين ممنوع. أما المداراة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءه رجل فاستأذن عشان يدخل، فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، وما كان سامع هو. فلما دخل انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه أو قال اتقاء شره. يعني بتلقى في زول لسانه صليط، وزول ما بينستر وكده، فده انت تداريه. تداريه مش معناه تمشي معه في دينه. يعني مثلا يقول لك اسمع والله نحن العصرية ماشيين القبة، ما تقول يا أخوانا الناس دي لجاملهم امشي معهم القبة، لا دي مداهنة، دي ما مجاملة، كويس؟ ما تمشي معهم، لازم تعرف دينك ولازم تصدع بدينك في هذه المسألة. ما بيجوز مثلا يكون صاحبك من المضلين بينشر للناس الشرك والضلال والبدع، ما بيجوز للإنسان انه يمشي معه يقول لك انا دار اجامله، هنا المجاملة ما بيجوز. او زول يقول لك عنده حفلة، ما بيجوز. عشان كده العلماء تكلموا في مسألة الزواج، إنسان دعاك للزواج في حاجات إذا أجابك لا واجب تمشي، مثلا قال لك رح معي أنا عازمك لعرسي، تمشي تحضر معه الضبيحة وتجامله وتقيف معه وتطبح معه وتشيد معه الصيوان إلى آخر، والدعوة تجي تأكل معه، ده أمر واجب. لما يقوم يدور الموسيقى والحفلة بعدين أنت تمشي، دي ما فيها مجاملة. لكن في ناس يقول لك أنا أجامله، وكمان في ناس يقوموا يخطوا لك حتة حنة يقول لك برضو أنا دار أجامله، ما فيها مجاملة يا أخوان. جزاك الله خير. شيخنا من الجرح والتعامل، من الذي يروح ويشوف العالم عشان يجرح في عالم آخر؟ الجرح من عامة الناس ولا من علماء معينة؟ ولا في شروط معينة للعالم الجرح؟ طيب، مسألة الجرح والتعديل، الجرح هو الطعن يا أخوان، هو الطعن في الرواة، هو الطعن في الرواة. والعلماء زي ما قال الشيخ الفوزان هو متعلق
بالرواة. وهذا العلماء قالوا انتهى، بعض العلماء قالوا انتهى مع الرواة. أما الكلام في أهل البدع فده يكون من باب النصيحة. وبعض العلماء يقول أن الجرح والتعديل باق ما بقيت الدنيا. قال والناس يجرحون حتى في معاشهم، فيقولون فلان طبيب جيد وفلان طبيب شنو غير جيد، طماطم حلوة، وده يقول لك طماطم كلها مفجخة، وده يقول لك أكلت في المطعم ده جاتني دسنتاري، ده جرح ولا ما جرح؟ ده جرح. أما من يجرح، يجرح من عنده علم، من عنده علم، وذلك يختلف في مسائل تحتاج إلى العلماء الكبار، وفي مسائل المسلم العادي يجوز له أن يجرح. مثلا أنا لقيت لي زول بنادي غير الله، ما أقول أنتظر أمشي لعالم من العلماء، علماء العالم الإسلامي، حتى بعد ذاك أمشي وأستفتي وأسأله حتى أجي أرد على زول ده وجره، لا ده في محله أنا بجره. زول جا قال لي عذاب قبر ماف إلا أمشي. فده يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف المسائل. ويتكلم في ذلك من عنده العلم والأهلية، والأهلية. والعلماء قالوا إنسان عارف بالجرح والتعديل وأسبابه. طيب، قال ما حكم الاستماع إلى خالد الراشد والعريفي وغيره؟ طبعاً ديل دعاة ظاهرين في الساحة، وما يزول يا أخواننا ظهر بيتكلم في الدين أنت تسمع له، كما جاء في صحيح، في مقدمة صحيحة الإمام مسلم، قال ابن سيرين إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني ما يزول جاء قال لك أسمع دار أقريك دين أنت طوال شنو تجي تقعد عنده، لا، فلا بد تشوف الزول ده منهجه كيف. إذا كان إنسان عنده بدع وضلال ما بيجوز تقعد له، وما تقول أشيل السمح وأخلي الكعب، لأنه لو بتعرف السمح من الكعب ما كان قعدت له تحت، كان أنت اللي بقيت قاعد في الكرسي. ولذلك يا أخواننا الإنسان ما يجوز أن 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 يصغي بسمعه إلى أصحاب البدع، وفي ذلك أدلة من القرآن ومن السنة ومن إجماعات السلف. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زول بيضلل في الناس ويجيب بدع وكفريات وضلالات، ما بيجوز للإنسان يسمع له إلا إذا كان داري يرد عليه، ما عندك قدرة ترد تمش طوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان في سلطانك بقيت أبو البيت أو بقيت مسؤول مثلا من أسرة معينة أو بقيت أنت السلطان أو الأمير أو الوالي، تغير بيدك، ما قدرت تنتقل للمرحلة البعدية شنو؟ تغير بشنو؟ تغير باللسان، ما قدرت شنو؟ تغير بالقلب. فقد القدرة قد تكون قدرة قوة وقد تكون قدرة علمية. إنسان ما عندك علم عشان ترد على الزول ده فتمش طوالي وتنكر بقلبك. فالإنسان إذا ما كان عنده علم ما بيجوز يقعد له مع أهل البدع عشان يرد عليهم. واستدل الإمام القرطبي رحمه الله بهذه الآية في تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونقل كلام لعمر بن عبد العزيز ولغيره من السلف إنه ما بيجوز القعاد مع أهل البدع. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إذا لقينا ناس بيشربوا الخمرة وفي زول قاعد جنبهم لكن ما معهم، ما بيشرب معهم بس قاعد جنبهم ساي، قال ده برضو ندقه، ده برضو نغيم عليه والحد. قال ليه؟ لأنه قال ربنا قال فأعرض عنه، فما بيجوز تقعد معه. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. العلماء قالوا حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يتوبوا. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما خالد الراشد دزل من دعاة الأخوان المسلمين، من دعاة الأخوان المسلمين، ويحرض على الخروج على الحكام، وده مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، منهج الإسلام ومنهج علماء الإسلام. ما بتلقى بين الأئمة الأربعة خلاف في المسألة دي، إنه ما بيجوز التحريض على الحكام والكلام عنهم في المنابر
وذكر مساوئهم في المنابر كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ليس من منهج السلف التشهير بولاة الأمر وذكر ذلك على المنابر، فإنه يفضي إلى الخروج وإلى الثورات وإلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن النصيحة المتبعة عند السلف هو النصيحة فيما بينهم وبين الحاكم أو الكتابة إليه مشافهة أو الكتابة إليه إلى آخر الطرق الصحيحة فيما بينك وبين الحاكم ليس أمام الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علاني. وأول ما يبدأ مسألة الخروج والثورات والفساد والمشاكل بتبدأ بالكلام. أول حاجة الموضوع بيبدأ بالكلام، زول يطلع فوق ما حكموا كتاب الله ما سووا زي ما عملوا الخوارج. الخوارج لما حصلت الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشعلوها هم، قاموا كفروا أصحاب علي وأصحاب معاوية رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقاتلهما أولى الطائفتين بالحق. فابن عباس مشى لهم بيفهم القرآن بمزاجهم وبيتكلموا وبيكفروا الصحابة، كلموا عن الصحابة عن علي بن أبي طالب، قال ما تنقمون على ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وجئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بالقرآن. قاموا ذكروا أمور من هذه الأمور، قالوا أنه حكم الرجال. وطبعا في قصة مكذوبة قرروها لنا في المنهج بتاعنا ده، أظن سنة كم تامنا ولا سنة خامسة، هاي قصة سيئة جدا، والقصة دي موجودة في كتب سيد قطب اللي هو رئيس الأخوان المسلمين، إنه أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما أجمعين إنهم قالوا راح نحكم نولي منه وما نولي منه، وده كله كذب. فقال قال عمر بن العاص أول حاجة قدم أبو موسى، أبو موسى قال خلعت علي زي ما أنا بخلع سيفي، وعمر رضي الله عنه قال أنا أثبت معاوية زي ما أثبت سيفي، ده كله كذب ولم يثبت بإسناد صحيح. وهذه الروايات أوردها الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى، قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء شيعي محترق، ده علم الجرح والتعديل، شيعي محترق، عرفت؟ روايات كلها ضعيفة. الصحيح أن أبا موسى وأن عمرا رضي الله عنهما اتفق على أن يجعل الأمر شورى في من توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض، لأنه أصحاب الشورى كانوا كم نفر من الصحابة؟ 6 أنفر. فلما مات عثمان رضي الله عنه بقي من؟ بقي علي بن أبي طالب وبقية الخمسة، ومعاوية رضي الله عنه أصلا ما كان مارق لأنه ملك كما قال ابن تيمية في منهاج السنة، ولا قاتل عليا على أنه ملك ولا قاتله علي على أنه يستحق الملك، ده كله كذب، ده كله روايات مزورة في التاريخ. فشاهد من الكلام إنه ديل أول ناس بدأوا الخروج. ابن عباس مشى لهم قالوا لو حكم الرجال اللي هو المسألة دي. تاني قال لهم، قال لما تقاتلوا ما سبوا، فإذا كان ده جهاد مفروض يسبوا، وإذا كان ما سبوا فهم قد كفروا، دي مسألة تانية. وذكروا مسألة أخرى، قال ابن عباس قال لهم المسألة الأولى، قال لهم لو جبت لكم من القرآن أدلة إنه كلامكم ده باطل بترجعوا؟ قالوا هاي بنرجع، ديل الدارين الحق. وفي ناس منين جاء ابن عباس لبس الحلة وجاهم، قالوا يا ناس هوي ما تجادلوا ابن عباس، لأنه ابن عباس من قريش وربنا قال بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس ده بيكسر لكم حجتكم، ما أصوا فيه دائما مجار مكبار، يقول لك طبعا المحاضرة دي ما تقوم، ليه ما تقوم؟ فهمت؟ ما دار الناس يعرفوا الحق كويس. ابن عباس قال لهم قلتم حكم الرجال ربنا سبحانه، قال لهم من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. 1-2 ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال لهم أتحكيم الرجال في دم أرنب وفي فرج امرأة أولى أم في أمر المسلمين؟
قالوا له في أمر المسلمين أرجعتم من هذه؟ قالوا رجعنا. مشى لهم للمسألة الثانية قال لهم أنتوا قلتوا قاتل وما سبى، هل أنتوا دايرين أن يسبي أمكم عائشة؟ إذا قلتوا يسبي أمكم عائشة أنتوا كفرتوا، إذا قلتوا هما أمنا برضو كفرتوا. ربنا قال وأزواجه أمهاتهم، انقطعت حجتهم ورجعوا. السبب اللي خلى الخوارج ديل يمرقوا شنو؟ الكلام في المنابر. ديل ناس خالد الراشد محمد العريفي وديل العريفي ده هو القوم ناس سوريا ده معاه شلة، وهو تلقاه قاعد لو خشيت اليوتيوب بتلقاهم قاعدين في تركيا، ده معاه واحد تاني اسمه سلمان العودة، واحد تاني اسمه عايض الغرني، شلة تعيد أخوان مسلمين قاعدين هناك وبياكلوا في الكبسة ويلعبوا في الكورة، اللي بيشوفوا ده ذات يلعب في الكورة فهمت، وأولاده يقريهم في أمريكا ويغش شباب المسلمين اقتلوا هؤلاء ولا بد من الجهاد ويلبسهم حزام ناسف. ما تلبسوا انت لو صحي جهاد وانت داير الجنة انت ما تبقى أول زول. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول الناس في الجهاد، أول الناس. عشان كده في صحيح البخاري الصحابة قالوا سمعنا صوتا عظيما يوما في المدينة، قال فخرج الناس سراعا، سمعوا الصوت كده الناس مارقين، قال فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب فرسا لواحد من الصحابة على غير سرج وهو يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا. الناس يا دوب دارين يمرقوا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم شنو راجع من محل الصوت ذاته. في غزوة حنين ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم شنو كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يوم حنين في بداية المعركة المشركين ادسوا في شجر اسمه العضه، ده شجر بتاع صحراء ادسوا فوقه، والمسلمين لما جو الناس دي المرقوا عليهم كتار جدا. في بداية الأمر انهزم المسلمون فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس بن عبد المطلب وقلة من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. العباس قال أنا ماسك البغلة تاعت النبي صلى الله عليه وسلم أجر من العدو، النبي صلى الله عليه وسلم دار يمشي قدام ده يقول لك والجهاد ووك، وهو قاعد يضرب في الكبسة وراكب عربات مكيفة، انت ما تمرك تمشي جاهد يضيع أولاد المسلمين. فديل ما بيجوز تسمع لهم، ديل خالد الراشد ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب مجموعة من المجرمين وشلة كتار جدا. فانت أصلا سمعك ده ما تدي لأيزر، اسمع للعلماء الكبار الشيخ الألباني الشيخ الفوزان الشيخ ابن عثيمين، ناس حافظين الكتاب والسنة في راسهم بيتكلموا بعلم بيذكروا لك كلام يطمن قلبك، كلام للإمام مالك كلام لأبي هريرة لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء. طيب أيوة محمد راتب النابلسي ده إنسان معتزلي وبيفسر القرآن على غير طريقة السلف، ما بيجوز الإنسان يستمع. طيب ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد يا أخواننا ده شغل كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن السلف ما في حاجة اسمها أناشيد إسلامي، ده كله شغل بتاع تكفيريين وأخوان مسلمين يحمسوا الناس بالجهاد جلجلت وأمه وكده وكلام زي ده ويشحنوك بالأناشيد انت تمشي تفجر. تقال الناس الشحنهم ده شحنهم بشنو؟ بأناشيد بس. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني رأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني، وانت تكون مسكين يا سلام والله العالم ده حيران والناس مستضعفين، بعد شيء يدوك حزام وتمشي. فما دما من الدعوة تدار تدعو إلى الله أدعو إلى الله بالكتاب والسنة. إذا الناس ما هداهم الكتاب والسنة كلام الله ما هداهم ما في أناشيد بتهديم. طيب التوسل أنواع والمشروع والممنوع. التوسل يا أخواننا هو التوسط أو هو التوسط إلى الغير، التوسط إلى الغير في جلب منفعة أو دفع مضر. وشرعا هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته ومرضاته، يعني تعمل لك أنت الإنسان بيعبد الله حتى يقبل الله عز وجل أعماله وحتى يغفر الله له.
عشان ربنا يديك دي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وربنا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فهذا هو تعريف العلماء كما ذكر ابن كثير ونقل أقوال العلماء من الصحابة وغيره. التوسل المشروع ثلاثة أنواع. ربنا يستجيب دعاك تقدم ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور أو الثلاثة جميعا. الأمر الأول دعاء الله بأسماء الحسنى وصفات العلى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمي العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ده اسم الله العظيم. وفي رواية تانية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفر لي إلا غفر له. وقال لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك الإنسان إذا تعار من الليل يعني لما يصحى يعني مما تصحى كده يتذكر الدعاء ده. في ناس كتار واحد مما يصحى بيتذكر الكيس، تعرفوا الكيس وزول داير ليه؟ أول حاجة لما تقوم اتذكر الدعاء ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل فقال شنو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال اللهم اغفر لي غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فصلى ركعتين قبل الله منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كلها أخواننا شنو؟ دعاء وتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ده النوع الأول. النوع الثاني التوسل إلى الله بشنو؟ بالأعمال الصالحة. بالأعمال الصالحة. ودي فيها حديث الصحيحين الطويل، حديث عبد الله بن عمر إنه ثلاثة نفر النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصتهم كانوا ماشيين سافرين فآوى بهم المبيت إلى الغار. الليل جاء قاموا دخلوا غار عشان الهوام أو الضواري ما تأكلهم. فلما خشوا في الغار تدحرجت صخرة فسدت باب الغار. فقال بعضهم لبعض إنه لن يصلح لكم أو لن تخرجوا مما أنتم فيه إلا بدعائكم بأرجى أعمالكم عملتموها خالصة لله. يعني لازم تدعو الله بأعمال صالحة عشان ربنا يمركم. الأول قال اللهم إني كان لي اتوسل ببر الوالدين، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، قال وكنت أرعى لي على غنم وكنت لا أسقي قبلهما ولدا ولا أحد. قال فنأى بي يوم المرعى، يوم الغنم سرحا بعيد، لما رجعت قال المغرب جاء لقيت أبوي أمي ناموا. قال فحلبت لهم الغبوق يعني في القدح بتاعهم جبت لهم اللبن. قال والصبية عند قدمي يتضاغون بكوركو بتلولو من الجوع. قال وأنا أكره أن أوقظهما. شوفوا يا أخواننا شوفوا البير ده عجيب كيف سيدة لو واحد يقول له حاجة يعمل فوق نايم قوم اشرب يا فهمت. فقال وأنا أكره أن أوقظ. شوف البير ده كيف يا أخوان لغاية ما طلع الصبح. بعد ذاك قاموا شربوا وأولاده في كرعينه. مسألة الولد دي صعبة خلاص، انت ما تتخيل ولدك ده لو جاته حاجة انت بتقدر تقعد سه. فطوالي قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. قال وسألتها على نفسها فتمنعت، يعني كنت دار أزني بها وقلت لها دار أزني بيك فامتنعت، كانت تخشى الله عز وجل. قال حتى أتت عليها سنة مجاعة أو حوجة فجاءت تسألني فقلت لا حتى تمكنيني من نفسي. فلما اضطرت قالت له خلاص اديني المال وأنا أمكنك من نفسي. فأدها المال. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها.
شوف العفة دي كيف. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ده توسل لله بجنو بالعفة. أسير الليلة ممكن أنت تكون مسألة شرحتها لشباب معك في الدفعة, تخش الامتحان ما بتلقى, تلقاه يحك في الاستيكة ويأكل في القلم, المسألة طارت, ولك والله أنا شرحتها للجماعة برا ما عارف الحاصل شنو. الحاصل واحد عاينت لها, ده الحاصل, دي الحاصل معصية, وده بيذهب بالعلم, ده بيمحق العلم. قال فانفرجت غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث قال يا الله أنا أجرت ثلاثة أجراء يعملوا لي عمل معين, لما انتهوا اديتهم حقهم الاثنين شالوا في واحد قال لي مشى وخلى حقه, مشى وخلى حقه. قال لما يتلوا ماله لغاية ما بقى وادي من النعم من البهائم أو غيره. فقال بعد فترة جاني قال يا فلان أعطني حقي. فقال لو أترى هذا الوادي, الوادي الملام بهايم ده, قال له كله حقك. قال له أتهزأ بي؟ أنت بتستهتر بي ولا شنو؟ قال له لا أهزأ بك, ده حقك. قال له شيله طوالي, شاله. قال ولم يترك لي شاتا واحد, ده كمان ولا خلى لي ولا حاجة. والله المزالة دي صعبة كويس. قال على قال يقول له شنو اديني حق الرواعية مش. قال لي الله لو فعلت الأمر ده ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت وخرجوا يمشون. ده توسل بجنو التوسل الله بالأعمال الصالحة. كده انت خد نفسك يا أخوان الزول أنا والله نازل المساكين الزول بيمشي لي ليفكي أو ليميت. اتخيل نفسك انت في جوه هنا, خليك من انت عندك يا تعم الصالح, لو كان معاك التالت ده كان بنادي الفكية, كان بتمره, كان الليلة قاعدين جوا. لأنه ده يا عملك اللي بينفعك أنت, ربنا قال من عمل صالحا لمنه فلنفسه, ما بينفعك عمل غيرك. النوع الثالث هو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. زول أنا لقيته معي بيصلي هنا في الجامع, محافظ على الصلوات, زول عقيدته تمام, زول ما عنده بدع, أقول له يا فلان ياخذ علينا الله تستاذ دي قربت مثلا, يعني ما فيها إشكال, ما فيها إشكال. وإن كان الأولى والأحرى العلماء قالوا هو النوع الأول التوسل إلى الله بشنو بالأسماء الحسنى, لكن ده جائز ما فيه أي مشكلة. ومنه حديث عند العلماء يسمى بحديث الأعمى, إنه رجل أعمى وده عنده شبهة عند الصوفية الآن قائمين في القنوات وكذا, وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل أعمى ضرير البصر, حديث عثمان بن حنيف في النسائي وغيره. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال بل أدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني توجهت إليك بنبيك نبي الرحمة لتقضى حاجتي. فصلى الركعتين اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. فصلى الركعتين قال فبري, ربنا رد عليه شنو بصر. يقول لك يا سلام, شايف هنا العلماء قالوا هذا الحديث ليس فيه دليل على دعاء غير الله, لأن الرجل جل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسوي شنو يدعو له. لو كان أصلا هو توسل بالجاه أو منادى للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد في محله. يعني أنا لو في بوركينا فاسو جاه الرسول عند الله ناقص ناقص يا أخواننا, ما ناقص. وده عشان كده العلماء قالوا الأعرابي يفهم لغة العرب ويفهم معنى الدعاء ويفهم معنى التوسل. فجل النبي صلى الله عليه وسلم, دي أول مسألة. المسألة الثانية إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. المسألة الثالثة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين لا ثالث لهما, إما الصبر وإما الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعده هل يمكن أن يخلف الميعاد؟ لا. الشيء الثالث العلماء قالوا إصرار الأعمى على الدعاء. الشيء الرابع النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله في قوله في الحديث في الدعاء اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. شفعه فيا أقبل شفاعته فوقي, دي معروفة إن الرسول بيشفع فوقي, يعني الشفاعة بمعنى الدعاء يعني يدعو لي. لكن شفعني فيه معناه شنو؟ لو أنت قلت شفعني فيه معناه نادى الرسول, دي بتجي؟ ما بتجي. معناه يا الله أنا حادعوك إنه تقبل دعاء الرسول ده
يا الله أنا بدعو اللهم أقبل دعاء الرسول عشان ترد علي بصري ده اسمه شنو؟ فشفعني فيه. فالعلماء قالوا ما في وشنو؟ ما في دليل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى. طيب هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رد على هذه الشبهة، سألوا نفس السؤال ده. قام قال من كتب هذه الورقة حين كتبها هل كان مسيرا أم مخيرا؟ ها؟ فهمتوا الجواب يا أخواننا؟ قال أنت لما كتبت الورقة دي كنت مخير ولا مسير؟ ها؟ مخير. الإنسان يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى جعل له مشيئة وخلق فيه أمرين كما قال الشيخ ابن عثيمين، الأمر الأول القدرة والأمر الثاني الإرادة. أنا داير أشرب موية لكن ما عندي قدرة أشرب موية، ما حاشرب موية. أنا قادر أشرب موية لكن ما دار أشرب موية، حاشرب موية ما حاشرب موية. فدي ربنا خلق شنو في الإنسان. والإنسان في مسألة القدر يا أخواننا، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. يعني مثلا نزلت بك مصيبة، زول عنده والد يتوفى أو عزيز يتوفى مثلا، أو جاءوا مرض مزمن أو كذا، فهنا بتقول شنو؟ قدر الله وما شاء فعل. لكن ما بتحتج به في شنو؟ في المعاصي. تقول تلقى واحد خالط ما لك يا زول، يقول لك قدر الله وما شاء فعل يا زول، عرفتها؟ عشان كده من أسوأ العقائد في كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطرق الصوفية، كتاب لعبد المحمود نور الدائم، ده بتاع الطريقة السمانية. قال ورأى تلميذ شيخا يزني بامرأة، قال فلم يتغير التلميذ من خدمة الشيخ، لا سجنه بيخدم فوقه. قال فقال له الشيخ يوما يا بني قد علمت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة وكنت أنتظر نفارك عني، كنت منتظر أنك تدقني بعود ولا حاجة تقول لي ده شنو داس دي أخلاق لك. قام داك قال له شنو؟ قام التلميذ قال له منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم، ودي كلمة حق أريد بها شنو؟ باطل. ها؟ وطيب ربنا نزل الحدود ليه؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال له وفق هكذا وإلا فلا. قال والفرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ كشفا وإلهاما، قال فيوافق مجاري أقدار الله. ده احتجاج بشنو؟ بالقدر. يعني تزال واحد ما لك يا شيخ بتهبش في النسوان مثلا، قل لك أنا شفتها في اللوح المحفوظ الليلة يوم كم؟ ها؟ 11 8 مش؟ إنه أنا قاعد أهبش في النسوان، فأنا بهبش في النسوان عشان فعلي ده يوافق ما في اللوح المحفوظ، ده كفر ولا ما كفر؟ دي زندقة. عشان كده عمر بن الخطاب جاء واحد قال له أو هو سارق دار يقطع يده، قال له عمر كيف تقطع يدي وأنا سرقت بقدر الله؟ قال له ونحن أيضا نقطعها بقدر الله. ها؟ واحد من الملاحدة برضو بيعترض على المسألة دي، قال ويد في عشر مئين عسجد وديت، دي عندها دية ما بالها قطعت في نصف ديناري. قال بيت شعر كده شنو كده ونعوذ بالله ربنا من النار. العلماء قالوا لو لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، عرفتها؟ يعني أي حاجة عندها شنو؟ عندها قدرة، فما بيجوز الاحتجاج بالمعاصي. نرجو توضيح الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الكونية والشرعية أو القضاء الكوني والشرعي أو الأمر الكوني والشرعي، الفروقات بيناتهم كالآتي: إنه الأمر الكوني أو الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والقضاء الكوني لا بد من وقوعه، أما الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. مثلا ربنا قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وين هنا الكونية وين هنا الشرعية؟ بتاعت بني إسرائيل كونية ولا شرعية؟ كونية. ليه؟ لأنها حتحصل مش؟
هتحصل. أما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناه هنا قضاء شنو؟ شرعي، يعني أمر شرعي. ففي ناس عبدوا الله وفي ناس ما عبدوا الله. لو كانت قضاء كوني كان كلنا عبدنا الله، لأنه ربنا لو قضى حاجة في زول بيقدر يغالبه؟ ما في. يبقى هنا القضاء، هنا قضاء شنو؟ والإرادة، إرادة شنو؟ شرعية. القضاء الكوني منه ما يحبه الله ويرضاه ومنه ما لا يحبه الله ويرضاه. ربنا خلق إبليس، ربنا خلق آدم وخلق الملائكة، الله بيحب الملائكة والله ما بيحب إبليس، ولا كيف؟ طيب، والإرادة الشرعية كلها يحبها الله. الآيات في القرآن دي ربنا نزلها بيحبها ولا ما بيحبها؟ ألا يحب أن يمتثلها جميع العباد؟ أيوة. إبليس، طيب يقول لك يا أخي إبليس ده ما كيف ربنا ما بيحبه وخلقه؟ نقول من أجل حكمة عظيمة، وهي حكمة البلاء والاختبار. لأن أخواننا الجنة دي لو كان ساكت وما في إبليس كان الناس كلها خشت، مش أسئلة وإبليس ما في، كان بتلقى كفار، كان في زول بيقتل زول، زول بيشيل حق زول، ما كان بتلقى. لكن لحكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق إبليس وأرسله إلى العباد فتنة لهم واختبارا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل يبين لهم، وغرس فوقهم الفطر التي توافق ما جاءت به الرسل. عشان كده ربنا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ما رأيك في قراءة كتب المفكرين الغربيين من أجل المعرفة؟ كتب الغربيين دي إما تكون متعلقة بالعقائد والأديان، وإما تكون متعلقة بالدنيا، بالدنيا زي الهندسات والطب غيره غيره، دي ما في إشكال، دي علوم مشتركة بين المسلمين وغيره. وأما العلوم المتعلقة بالعقائد فلا يجوز النظر إليها إلا لمن كان له علم وأراد أن يرد. ما في حاجة يسمى يا أخواننا من باب حب الاستطلاع، ده ما في في الشريعة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني تشاكين، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. العلماء قالوا ما بيجوز النظر في هذه الكتب إلا من باب المناظر. وكذلك في صحيح البخاري عبد الله بن سلام يهودي ويهودية زنوا، قاموا حمموهم سودوا لهم وشوشهم وركبوهم في حمار واحد وبقوا يلفوهم بالمدينة، ما دارين يغيموا عليهم الحد الرجم. فطوال النبي صلى الله عليه وسلم قام نادى واحد من الأحبار قال له البيزن عندكم بيسوي له شنو؟ قالوا بنسود له وشه ونطوفه بيناتنا. طوال النبي صلى الله عليه وسلم قال له جيب التوراة، فجاب التوراة فبقى يقرأ، فقرأ قبل الرجم وبعد الرجم. عبد الله بن سلام حافظ التوراة، قال له يا رسول الله قل له يرفع إصبعه، قال فرفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من يقيم الحد أو يحيي الحد فيه. قال ابن عمر قال فرجما وكنت في من رجم ورأيت الرجل يجانئ عليها من الحجارة، يعني داك عامل فوق صونيل شت يعني بجانئ عليها من الحجارة وهي قاعد تتردم لغاية ما هلكوا الاثنين. فهمت الشاهد من الكلام شنو؟ الشاهد انه ده دليل ايضا على انه ما بيجوز للانسان انه ينظر في هذه الكتب الا من باب شنو؟ الا من باب المناظرة اذا كان عنده علم. اذا احتلم الشخص وتبقى للصلاة دقيقة او دقيقتان ماذا يفعل؟ يمشي يغتسل ويعود، ما في اشكال، ما في اشكال، لانه الطهارة مقدمة على شنو؟ مقدمة على الصلاة، وهي شرط من شروط شنو اخواننا؟ شروط. لا، المني في أرجح أقوال العلماء ليس بنجس، وإذا غسلوا ما في إشكال. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتحك الناشف، إذا كان ناشف تحكه، إذا حكيته خلاص موضوع انتهى، أو إذا كان لين غسلته
موضوع انتهى. وإذا نسيت غسلت وما حكيته صلاتك صحيحة، أيضا صلاتك صحيحة. ما الوقت ما مرق، الوقت ما مرق، لأنه الجماعة ما قعد تقام في آخر الوقت، ما تقام في آخر الوقت. طيب، قال إذا كان الذي يتحدث في الحاكم رئيس جماعة إسلامية معروفة هل نتعاون معه؟ ما بيجوز. ده بيقول يعملوا أنصار السنة. أنا بكلمك عديل، فهمت؟ محمد المهدي هنا ونائب رئيس أنصار السنة محمد اللمين إسماعيل يجي يتكلم في المنابر عن وزير المالية وعمين، ده ما بيجوز يا أخوان، حرام. فيه إجماعات، إجماعات من السلف، والعلماء استدلوا بحديث ذو الخويصر التميمي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة حققه الشيخ الألباني وعلق عليه، واستدل بهذا الحديث على عدم جواز الكلام في الحاكم على المنبر، لأنه في واحدين بيقول لك لا، الحديث الجبيل من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، يقول لك ده ضعيف، افترضنا ضعيف، تقالوا ده الحديث براو، في أدلة كثيرة جدا. استدلوا بهذا الحديث، استدل به الشيخ الألباني، استدل به ابن أبي عاصم في السنة، وجاء باستدلال لصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاء واحد قال إنها هنا من هذا العراق أي من هذا البلد أقوام يطعنون على أئمتهم ويشهدون عليهم بالضلالة، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم روى حديثه ذو الخويصر التميمي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. فإذا كان أنصار السنة بيتبعوا منهج السلف، ده منهج السلف، يخمشوا مرحلة أبعد من كده، يزنوا على سيد قطب اللي بينكر الاستواء وينكر العرش وبيقول بوحدة الوجود، أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، العقيدة دي حق الصوفية اللي بيقولوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، نفس العقيدة دي في تفسير سورة الحديد، تفسير سورة الإخلاص قال بها سيد قطب، ويقول القرآن مخلوق، وده جلد فوق الإمام أحمد، ألف صوت في المسألة دي، يجي يمدح هذا الكتاب كتاب الظلال وقال كتاب قيم في مجاله جنى عليه كثير من الناس، جنى عليه مدح محمد اللمين إسماعيل في محاضرة في جامعة الخرطوم موجودة مسجلة، وتلقاها في شريط الرد على محمد اللمين إسماعيل لأخونا الشيخ مزمل الفقير. ثم قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يخرجون في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وما أظن عامة أولئك إلا منكم، قال الراوي فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، يوم النهروان ده يوم الخوارج الكاتلوا فيه والصحابة، فبدت بشنو؟ بدت بتسبيح، عرفت؟ فالتسبيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول إنهن مسؤولات مستنطقات، فالإنسان يسبح بيده. ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة؟ ما في بدعة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. أما مسألة بدعة حسنة ودي شبهة دارين يجوزوا بها البدعة بتاعتهم، يقول لك النوبة دي بدعة حسنة والكشكوش بدعة حسنة والمرقوعة بدعة حسنة وما أعرف ليك المحايات وإلى آخر دي بدعة حسنة، ده كله يا أخواننا من البدعة الحسنة. في حاجة يسمى سنة حسنة وسنة سيئة. الحديث بتاع في صحيح مسلم أن قوما من مضر دخلوا المسجد متابين نمار وعليهم أثر الفاقة والفقر، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حالهم حن عليهم عليه الصلاة والسلام، فلما حضرت الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب بالناس وذكرهم، ثم قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، قال فلم يتصدق الناس بشيء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن، حتى جاء رجل من الأنصار بصرة عجز أن يحملها، كاد أن يعجز عنها بل عجز، حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، أي زول تاني بيجي يجيب حاجة اللي بيجيب أكل اللي بيجيب فقال حتى سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فالحديث يا أخواننا كان سببه في شنو؟ إنه زول بدا الصدقة. سؤال منطقي، الصدقة دي في الدين فيه ولا ما فيه؟ يعني هل شرع الصحابي الجليل ده ولا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء زي دي ممكن يقول لك دي سمة بدعة حسنة من باب البدعة اللفظية أو اللغوية. لغوية معناها شنو؟ كلمة بدعة معناها شنو؟ معناها أنشئت على غير مثال سابق. وليس المقصود البدعة في الشرع كما قال الشاطبي أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ما المقصود بها كده؟ وإنما المقصود بذلك البدعة اللغوية. والبدعة الحسنة دي جابوها وقالوا دليلها إن عمر بن الخطاب في البخاري جمع الناس في التراويح. طيب سؤال، التراويح الرسول صلى الله ولا ما صلى؟ يقول لك صح الرسول صلى الله لكن ما جمع الناس. لا جمع الناس. حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت له التراويح صلى في الليلة الأولى بالناس في المسجد، الناس ما كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فصلى معه بعض الناس فأصبح الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس، فلما كانت الليلة الثالثة اجتمع الناس، فلما كانت الليلة الرابعة حتى ضاق المسجد بأهله فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما مرق عليه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت شنو؟ أن تفرض عليكم. فلما جاء بكر الصديق كان الناس في زمانه يصلون في رمضان متفرقين، وبعضهم يصلي جماعة، زول يصلي براو وناس يصلوا جماعة وكذا. فلما جاء عمر بن الخطاب قال أرى لو أننا جمعناهم لكان خير. فجمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، فخرج عليهم وهم يصلون خلف إمامهم، الناس كلهم المسلمين بيصلوا وراء إمام واحد. فقال عمر نعمة البدعة هذه. على شنو؟ على اجتماعهم على التراويح. فده كل أخواننا من الفلسفة اللي هي ما صحيح. طيب هل الدعاء يرفع شيء من الإرادة أو المصائب؟ ورد بذلك حديث أن الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه الإنسان إذا سأل الله عز وجل فإن الله يعطيه بإحدى ثلاث، إما يعجل له الإجابة، وإما أن يرفع عنه من البلاء مثل ذلك، وإما أن يدخرها له في الآخر. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في أذكار الصباح والمساء تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ومنها الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصيام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه شنو؟ أفضل الصيغ، الصلاة الإبراهيمية، ووردت صيغ أخرى قريبة من هذه الصيغة لكن هذه أكمل الصيغ. أما ابتداع صلوات تانية ولما تجي تناقشه يطلعك أنت ما بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، زول يقول لك مثلا اللهم صل على نبينا النور، دي قالوا يسمى الصلاة النورانية تحت السمانية، يا زول دي الرسول ما صلى بها، يقول لك أيوة أنت ما بتحب الرسول مش، ويدقك بفلكابة ولا حاجة. يا زول قال لك أنا ما بحب الرسول منه، أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم إنه أتابعه. شوف في حديث الزول آخر حاجة لما يجي ينوم آخر ذكر بيقول شنو؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي الراوي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علموا الحديث ده، لما جاء في نهاية الدعاء قال وبرسولك الذي أرسلت. في فريق يعني لو قال الرسول فيها حاجة يقول لك أنت مالك متشدد، ما قال الرسول يعني هو قاصد زول تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا قل بنبيك الذي أرسلت، لأنه دي أمور تعبدية
لا مجال شنو للعقل فيها. طيب ما حكم الصلاة في المساجد المتعلقة بأناس لديهم معتقدات صوفية؟ إذا كنت تعلم أن الإمام عنده عقيدة شركية زول المعلق له تميمة أو بنادي الفكية أو بيكتب حجبات إلى آخر، ده ما بيجوز الصلاة خلفه. ليه؟ لأنه صلاته لنفسه ما بيصح. أما إذا لقيت علام وكذا وإنت ما عارف هل الزول ده عنده شرك ولا ما عنده، صلي، وده اسمه مستور الحال، تصلي وراه. إذا تبين لك بعد شنو تاني ما تصلي وراه. لكن إذا تبين لك من البداية ما تمشي تصلي وراه، زول يقول لك طيب ما بصلي في البيت، أخير لك مما يكون ما عندك صلاة. ها طيب، ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ العلماء قالوا القنوت، الأدلة الجات في إن القنوت في صلاة الصبح المراد به طول القراءة، أنه من معاني القنوت طول القراءة. القنوت العلماء قالوا أولا يكون في النوازل، مثلا العدو جاء ضرب الدمازين هنا، الناس تقنط في الصلوات. اثنين، ما بيكون في صلاة الصبح براء، بيكون في شنو؟ في جميع الصلوات إلى أن ترتفع هذه النازلة. نمرة ثلاثة، القنوت يكون جهرا، يعني ناس انت لو خشيت لك في 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 مسجد ناس بيقنطوا، تلقى اي زول عنده برنامج براو، واحد يقول لك اللهم صل وسلم وما عارفين اي حاجه، اي زول بينجر براو، واحد يقول لك الحمد لله رب، وناس تلقى ما عارفين اي حاجه. عشان كده يا اخواننا القنوت هو دعاء. ليه؟ لشنو؟ للنوازل. اما اللي بيعملوه الناس ده ما في قنوت. طيب الواجب عليك شنو لو انت صليت خلف امام؟ ها؟ الواجب عليك شنو؟ اذا صليت خلف امام شنو؟ يقنط صلاتك ما بتبطل. اذا لقيت ناس اهل سنه مثلا او زول صلاته صحيحه ما بيقنط، صلي وراه. اذا ما كان في الا الزول ده وما عنده مشكله الا القنوط او الدعاء بعد الصلاه، دي بدعه. او زول مثلا عنده بدع اخرى لكن بدع ما كفريه، فده بجوز شنو؟ الصلاه خلفه وما تعيد الصلاه. أسكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. حديث في البخاري. لا ما تقرأ إيش، لأنه دي تبقى بدعة تانية. الإنسان شنو؟ الإنسان يسكت لغاية ما هو يتم بدعته دي، وبعد ذلك شنو؟ إذا استطعت أن تغير وتبين للناس هذا أفضل، لكن في النهاية صلاتك صحيحة. ايوه دي برضه من البدع، دي برضه من البدع. وشوف ال- 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 السلف قالوا ياتي على الناس زمان، قال يعني تكثر البدع حتى اذا غيرت بدعه قال الناس غيرت سنه. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه التراويح بين الركعات ما كان في ادعيه ولا كان في مثلا قراءه قل هو الله احد، وفي ناس بيقروا جل جلاله لا له شريف ولا له مثاله الله، أو يقرأ آيات الصيام أو غيره من البدع. طيب، هل يجوز الأكل مع تارك الصلاة أو الكافر؟ تارك الصلاة ما بيجوز مؤكلته، ما بيجوز لك تأكله. ودي أخواننا من الأمور المتساهلين فيها كثير من الناس، ها؟ وده الواجب على المسلمين إنه يهجروه. عشان كده عبد الله بن مسعود قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يقام في الصف. والصحابة دي محافظتهم على الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ده في صلاة الجماعة، خليك من الصلاة ذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل أعمى يستأذن يصلي في البيت، قال يا رسول الله أنا بيتي بعيد وفي هوام ودواب والشارع بينقطع وما عندي زول بيسوقني، فأذن له. فلما بلغ باب المسجد قال لو أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. عشان كده السلف قالوا إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني ما تصاحب. طيب، والكافر بجوز. طيب، خاصة إذا كان من باب الدعوة، إذا كان من باب الدعوة. بعض الناس نقوم بقاضي من الصلاة ولا يصلون، هل أتركهم عند الاستيقاظ؟ الزول يترفق بالناس يا أخوان، الزول يترفق
بالناس ويدعوهم وينصحهم ويذكرهم بالله، ودائما تكون النصيحة في شكل إشفاق وبينك وبينه. ليه؟ لأنه ده زول ما ناشر باطل قدام الناس، لأنه العلماء قالوا الإنكار على الإنسان له حالين. الحال الأول إنسان يكون المنكر بتاعه منطوي به في نفسه، فده بتنكر عليه شنو؟ بينك وبينه. وهذا ينطبق عليه كلام الإمام الشافعي: وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعة، فإن خالفتني وتركت قولي فلا تغضب إذا لم تعطى طاعة. يعني زول مثلا تعرف زول فيه خير وكذا، لقيته بيعمل معصية من المعاصي أو كذا، فده تنصح بينك وبينه. أما إذا كان إنسان بيضلل الناس أو مجاهر بالفسق، زول بيجي مثلا في نص الكلية وليك والله مبارحة نحن والله سقنا لك البنات وعملنا وعملنا وعملنا، ده تكشف طوالي قدام الناس. زول بيجيب بدعة قدام الناس، بيجيب شركيات، بيجيب ضلالات، ده تكشفه قدام الناس. طيب، هل المديح حرام؟ المديح يا أخواننا موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، المديح موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا عنده شعراء مش بيدافع عن الإسلام: كعب ابن مالك، وحسان ابن ثابت، وتاني منهم وكعب ابن زهير، تاني وغيره من الشعراء. وفي ذلك قصة في صحيح الإمام مسلم أو في البخاري، قصتين. القصة الأولى: عمر الخطاب في خلافته وهو أمير المؤمنين جاي ماشي جنب المسجد، لقى حسان بن ثابت بينشر الشعر جوا المسجد، فرمقه يعني عاين له وطول في النظر إليه، فقال حسان ونظر إلى أبي هريرة: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: نعم. فمشى عمر، وده في ورد على الترابي والشلة بتاعته اللي بيقولوا إنه عمر كذب أبو هريرة. هنا أخذ بروايته ولا ما أخذ؟ وأخذ بروايته في حديث الريح وفي حديث كثيرة جدا، ده كله كذب، وده برضو كلام الشيعة. الشاهد من الكلام دي القصة الأولى. القصة الثانية: لما أبو سفيان بن الحارث ودعمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، هيا النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة حتى العلماء ما جابوا منا ولا بيت، قالوا لأنها قصيدة مقذعة شديدة، وكان قريش يشد عليهم الشعر أكعب من النبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا داير زول يرد على الزول ده. فجاء كعب وكان في الحماسة، عنده قوة ما في الهجاء. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: فأنشد شعرا، قالت: فلم يغني شيئا. قال: ثم جاء فلان فلم يغني شيئا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان، فقال حسان: قد آن الآن أن يؤذن لهذا الأسد الضارب بذيله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدلع لسانه، يعني شنو لسانه بيمرق برا ويخش جوا كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك حتى واذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسبي، فإن لي معهم نسبة. قال لي: زول ده ود عمتي وأخوي من الرضاعة، ما تقوم شنو؟ ما تقوم تهجون كلنا. فقال له: حتى يلخص لك نسبي، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابه. قال لي: خلي أبو بكر ده يوريك عشان تجيب عبد الدار بغادي، أنه ديل بني عبد مناف. فلخص له النسب، ف أنشد شعرا قال: هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هو قال له في البداية: لأسلنك منه كما تسل الشعر من العجين. قال له: فشركما لخيركما الفداء، إلى أن قال: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد قوم يعز لجلاد يوم يعز الله فيما يشاء، إلى آخر القصيدة الطويلة. فكان شنو؟ كان شعر تمام. أين هذا الشعر
من آل كباش القيد في شبل وجيت أزور جبل وجيت أقيف قبل لولا حزقل وعدم الصوفة ومن الطريق زقل. ده شيخ ولا جامبو ده؟ انت ده هو الساي يا أخوان، ده هو الساي. بدعوك بالأربعة والخلفاء وشنو كده، الغوم بيجيك من بلاد بلجيك لبنان ومصر ومراكش ديك، بأوك وأكيك وأوس وأسيك بالغوم بيجيك. ده شنو داس هسي فاهم حاجة؟ انت ما بتفهم حاجة، كله هو الساي. وما فيه مديح للرسول، مديح للكباشي، مديح للبرعي كباشي، وكفر كمان. كم أدى ولد في كل ولد في كل بلد، كم حل عقد يربط ويحل، فهمت؟ حسن وتحسونا سيدي أبكم، حسن فوق الكون متحكم، حسن أحيى الميت المقبور، إلى آخر من الكفريات. هل ده زي حسان بن ثابت؟ يقول لك حسان ده زي حسان بن ثابت، ده زي شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. فده كله باطل. فالمديح موجود. جيت لقيت واحد شعبي زي ما مبارح شغالين في تربية، جاء واحد قال الرسول ما مشى الإسراء والمعراج، قال ببدن وعديل، ده قال كان نوم ساي. وطيب صورة النجم دينا وديها وين؟ قلنا له طيب ورينا صورة النجم دينا وديها وين؟ قال بس أنا راكب راس بس. زي ده مثلا لقيته انت زول شاعر، ربنا أداك شعر تقوم تنزل فيه أبيات تفضح طوالي، تنجم طوالي، فهمت؟ فتتكون شاعر، ده فيه أجر وقد يكون عليك واجب، فهمت؟ فما بنقول يا أخواننا المديح شرك، لكن المديح فيه شروط. شرط الأول ما يكون فيه مخالفة شرعية من الشركيات أو البدع أو التأصيل للمحرمات. أو الشرط الثاني ما يكون فوقه الموسيقى والضرب بالطار والدف والنوبات إلى آخر، وده ما من منهج المسلم. طيب طيب قال ما هي الآيات التي تدل على وجود الله في السماء؟ ما هي الأحاديث من السنة؟ دي مش فيها آيات، دي فيها مؤلفات، فيها مؤلفات، كمؤلف الإمام الذهبي رحمه الله العلو للعلي الغفار. وبهذا الاسم علماء السنة عندهم مؤلفات كثيرة وغير من الكتب في هذا الباب. من هذه الأدلة قول الله عز وجل آمنتم من في السماء، وهذه تسمى بصفة العلو والاستواء. ربنا استوى على العرش وعلى عليه علوا واستواء يليق بجلاله. لا نقول كيف، ما بتقول كيف. ليه ما بتقول كيف؟ لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل أنت رأيت ذات الله؟ لا، فلا يمكن أن تعرف صفة، كيفية صفة من صفات الله. فكذا ربنا قال فلا تضربوا لله الأمثال. ربنا قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذه من أدلة العلماء على شنو؟ على العلو، وأن الله في السماء. وفي يا أخواننا مش معناه جوا، في العلماء قالوا بمعنى على. والدليل على ذلك في القرآن قول الله عز وجل قال فرعون للسحرة لما تابوا ولو صلبنكم في جذوع النخل. هل معناه يدخلهم جوا جذوع النخل ولا بيبرع على جذوع النخل؟ وقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني امشي جوا كده. ربنا قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني أبقى سمين ولا شنو فسيحوا دي؟ إلا تفسير لي كده، فسيحوا دي معناه يعني انتشروا في الأرض وأمشوا على ظهر الأرض، وغير من الأدلة الكثيرة جدا في بمعنى على. فأأمنتم من في السماء بمعنى على السماء. كيف؟ ما عندك بها شغلة. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. وقد ثبتت أدلة الاستواء بتسعة أدلة، تسعة آيات بلفظ استوى، منها سبعة أدلة الفعل بتاع استوى عدي بعلى ثم استوى على العرش. قال العلماء فإذا عدي الفعل بعلى فإنه لا يفيد إلا معنى العلو والارتفاع. والكلام ده منقول من الصحابة وغيره. والأدلة العلماء قالوا كل آية في القرآن فهي تدل على علو الله على خلقه. فيقول المفسرون نزلت آية كذا في كذا وكذا، نزلت دي من وين؟ ها؟ من فوق لتحت مش؟ وربنا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غيرها من شنو؟ من الأدلة.
وغير من الأدلة. من السنة، من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. ومنه حديث الجارية المشهور، النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك في موضعين وفي صحيح مسلم وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن الحكم السلمي، بيحكي قصة طويلة في الصلاة، وإنه عطس في الصلاة فقال الحمد لله أثناء الصلاة. الصحابة رموه بالأبصار، فقال واثقل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم، قال ولكني سكت. فلما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جابه وقال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للتسبيح والتحميد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، قال إن منا أناس يخطون، قال فلا تفعل. قال إن منا ناس يتطيرون، قال لا تفعل. قال إن منا ناس يأتون الكهان، قال هو شيء يجدونه في نفوسهم، إلى آخر. بعدها قال له إنه كان لي غنم قبل أحد والجوانية، دي محلات في المدينة. قال وكانت لي جارية ترعى بها، قال وإني اطلعت يوما فإذا الذيب قد ذهب بشات، جاء المرفعين أكل له غنمايا ومشى بها. قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، آسف معناه أغضب. قال ولكني صككتها، يعني شنو؟ ضربتها في وشها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فعظم ذلك علي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الفعل ده كبير. قال أفلا أعتقها يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتقها لكن جيب لي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالين، قال لا أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي بعض الصوفية الآن يزير وقومين وين جايبينهم في التلفزيون قال ضعف الحديث، حديث شنو تضعفه أنت؟ وحديث الإمام مالك جابه في موضعين من الموطأ، وقبله الإمام مسلم، وابن عبد البر المالكي قبله، وغير من العلماء الإمام البيهقي وغير من العلماء قبله في كتبهم، ودي الأئمة الواحد لو خدته في راسك تاني ما بالقوق ذاته بتغط استحد، فهمت؟ دي العلماء كبار قبلوا هذا الحديث وأخذوا بظاهره، عرفتها؟ عشان كده بتلقى في كتب العقائد تحت السلف كل المسألة دي محسومة، استدلوا بهذا الحديث. نفترض إنه الحديث ده ضعيف معك، مع إنه في صحيح مسلم، كويس؟ النبي عليه الصلاة والسلام حديث الخوارج القبيل الراجل القبيل ذاك اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، جاء في كتاب الجهاد والسير أو المغازي، تقريبا المغازي، رواية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الزول ده كده غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ من في السماء دمنه ده الله سبحانه وتعالى. ده دي حديث وغير كثير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وغير من الأدلة. من كلام الصحابة في آخر كتاب من كتب صحيح البخاري، كتاب التوحيد، الباب رقم 22 تقريبا، باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء، النبي عليه الصلاة والسلام، أو زينب بنت جحش قالوا كانت تفاخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية تانية في نفس الباب قال تقول أنكحكن أهاليكن وأنكحني الله في السماء. فهذه كلها أدلة شنو؟ أدلة واضحة. والإمام أبو حنيفة قال من قال لا أعرف أن الله في السماء والأرض فهو كافر، كلام الإمام أبو حنيفة. وقال الإمام ابن خزيمة قال يقتل ولا يدفن في ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين حتى لا يتأذى به المسلمون وأهل الذمة. شوف الكلام ده كيف. وكتاب العلو يا أخواننا اختصر الشيخ الألباني كتاب قيم في مجاله، قال أتانا رجل قبل فترة وتحدث عن الآية وتقلبك في الساجدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى من صلب ساجد ثم ساجد ثم ساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن صلى للدعاء لأمه فلم يؤذن له فبكى. قال إن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية في صحيح مسلم في كتاب الجنائز، النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، عرفت؟
قال الإمام النووي فيه من الفوائد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. وعلى هذا أيضا الإمام البيهقي وغيره من العلماء. فده الناس مجرمين ساي، هل أنت أرأف بأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه؟ أرأف بهم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. فدي كل أدلة شنو؟ أدلة واضحة. بمن تنصحون الشباب بالاستماع إليهم من العلماء؟ ورينا علماء الكبار، وزي الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، تجد فيهم العلم المؤصل. أيوة شنو تاع شنو؟ وتقلبك في الساجدين. الآية دي ما فيها الآية وتقلبك في الساجدين ما فيها إنه ده دليل على إنه كل الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أظهرهم هم من أهل الجنة. ما يلزم من ذلك، وإنما هذه الآية تدل على كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. طيب، الحالات التي يجب فيها الاغتسال حالات كثيرة، منها خروج المني، خروج دم الحيض، ظهور الكافر إذا أسلم، غسل الجمعة على الصحيح، غسل العيدين، غير من الأغسال. وفي بعض الأغسال مختلف فيها، إنسان غسل جنازة هل يستحب أو يجب؟ على أقوال، هل تقبل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟ طبعا يا أخواننا صحيح أن يقال هل تصح، لأنه تقبل أو ما تقبل هذه عند الله، وإن كان بعض العلماء يقول إذا ما صحت فلا تقبل. فنقول الصلاة بعد طلوع الشمس يعني صلاة الفجر أو الصبح تصح وتقبل إذا نام عنها الإنسان بغلبة، غلب غلب، فهنا شنو يا أخواننا؟ تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو نساها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. مثلا أنت العصر قرب ونسيت الصبح ما صليت، تعمل شنو؟ تصلي الصبح، بعد ذلك تصلي شنو؟ تصلي العصر. ما حكم الصلاة بعد صلاة طلوع الفجر؟ أما يا أخواننا تعمد التأخير ده يا أخواننا يبقى شنو؟ هذا يبقى من أصحاب الوعيد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما حكم تبادل الألفاظ البديئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل يجوز إصدار أصوات مثل التصفيق أو قراءة آيات من القرآن الكريم لاستيقاظ الناس إلى صلاة الفجر مثلا؟ التصفيق ما بيجوز يا أخوان، أنت ممكن تصحي الناس عادي أو تضرب لهم باب الغرفة، الطرق تطرق لهم باب شنو؟ باب الغرفة تصحيهم. والإنسان يا أخواننا ما يزعل زول صحاك، دي نعمة، دي نعمة تلقاه، لأنه ربنا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ده من الأسباب اللي بتحفظك ذاته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. لبس البنطلون لبس البنطال الكافرين، فإذا كان يحجم العورة كان بنطلون أو غير بنطلون ما بيجوز، ولا يجزي في الصلاة، لا يجزي في الصلاة، وده شرط متفق عليه. أما مسألة كلام الشيخ الألباني في إنه يشابه لباس الكافرين إذا كان واسع وما يحجم العورة، العلماء قالوا هذا ليس مختصا بشنو؟ ما مختص بالكفار المسلمين، الكفار شنو؟ بيلبسوا البنطال، وهذه من المسائل الاجتهادية، هذه من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، التي يسوغ فيها الخلاف. وأما إذا كان البنطال إذا كان مثلا بيشابه، إذا كان مثلا طلع بنطلون حق المثليين مثلا ده ما بيجوز تلبسه، أو زي
بتاع في ناس جون سينا ولا اسمه مين. المهم فده ما بيجوز يا أخواننا هنا المشابهة إذا كان خاص بهؤلاء الكفار. الصورة والتصوير وهل الفيديو هل منزلت منزلة الصورة؟ والله العلماء جوزوا ذلك إذا كان لمصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة. تراجع فتوى للشيخ سليمان الرحيلي. قوله تعالى فسيحوا في الأرض، هل دليل الخروج لجماعة التبليغ؟ طبعا دي الناس بيقول لك الطريقة الصحيحة في الدعوة إن الرسول كان بيخرج، كان بيخرج. فنحن عشان 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 نبلغ الدين لازم نخرج. طيب انتم منو ذاته؟ جماعة التبليغ أسسها واحد اسمه محمد إلياس الكندهلوي هندي، قال حلم في النوم من الرسول قال له سوي جماعة التبليغ، وأسسها على أربع طرق: القادرية والسهروردية والجشتية والنقشبندية، فهي طريقة باطلة. ووضع عليها ستة وصول: إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح ويخرجوا، وما بيقدموا دعوة التوحيد اللي هي دعوة الأنبياء والمرسلين، فهي جماعة باطلة حذر منها العلماء، ما بيجوز المشي معها. ودي برضو من أنصار السنة محمد علي إسماعيل كان بيمشي على الجماعة دي، اللي يمشي معهم باكستان، ويجيك هنا في السودان يتكلم عن بر الوالدين، ويمكن تكون أمه هناك في باكستان قاعد تكورك، ما ترجع هناك لأمك؟ قول مركتها كويس، خرجنا دار تقدم شنو للناس؟ ما بيتكلموا لك عن التوحيد ويفصلوا فيه، عن الشرك ويفصلوا فوقه، وإنت لو مشيت معاهم بيطردوك، ولو لقوا الجامع فاضي ممكن يدقوك، عرفتها؟ والله جد ما عندهم دعوة. ودغش للمسلمين، ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك شنو؟ يلعنهم الله ويلعنهم شنو؟ اللاعنون. طيب قال كل شخص له أخطاء، فما المقياس لمن نسمع شنو كده؟ عقيقة ولا شنو؟ طيب السؤال مضمون الفهمته أنا إنه ما في بني آدم إلا عنده خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب الإنسان إذا أخطأ في مسألة كما قال العلماء إما أن يكون هذا الخطأ خطأ عارضا، زول قد يقول كلمة كفرية عديل فما يخرج من الإسلام وما يكفر، وزول قد يقول كلمة كفرية ويخرج من الإسلام، الضابط شنو؟ الضابط إنه زول داك معذور بأحد الأعذار. مثلا زول كان جاهل بنادي الأولياء والميتين وروه ده بودي جهنم، والله أنا أخواننا أي حاجة تودي جهنم تبت منه، ده شنو؟ ده بيتحذر منه؟ ما بيتحذر منه. زول كان إمام في الضلال، كان عديل مثلا قسيس عديل كده بيدعو للنصرانية أو بيدعو لمذهب باطل، قام تاب ده بتسمع له. زول كان منهجه صحيح وقع في بدعة من البدع أو ضلال من الضلالات، ده ما طوالي بتضلله وبتجرحه إلى آخر، أول حاجة بتبين له الأمر وخطأه يرد عليه إن نشره بين الناس بالحكمة وبالعلم وبالأدب. الخطأ ده ما يشترط إنه يناصحوه ويقعدوا معه. شيخ الألباني قال اشتراط النصح، اشتراط المجالسة قبل النصح من البدع، عشان أنا أرد عليه ما إلا أمشي أقعد معه، لكن لو قعدت كويس، عشان هو لو رد الخطأ الناس بيقبلوا أكتر، لكن لو ما رد أنا برد الخطأ. بعد ذلك أبين له أقول له الفعل ده غلط وده مخالف للإسلام ومخالف لمنهج الصحابة والعلماء. إذا استجاب الحمد لله، إذا ما استجاب ده بعد ده شنو؟ بشوف الخطأ بتاعه، هل الخطأ بتاعه في أصل من الأصول؟ يعني هل مثلا جاء أنكر الاستواء، أنكر صفات الله، سب الصحابة، خرج على الحكام، عمل شنو؟ إذا عمل مسألة من الأمور المهمة الأصول الأجمع على العلماء ده يبدع ويضلل ولا يسمع له ولا كرامة. أما إذا تاب ورجع فنقول الحمد لله وهذا هو المطلوب. طيب فأما الإنسان المصر على الباطل بتاعه ويماشي أهل الباطل وكده فده ما بيجوز الاستماع له. ما رأيك في الاستماع لطارق السويدان؟ طارق السويدان مهندس بتاع بترول وبقى ينجر في الدين، ما في إشكال، ممكن تبقى مهندس وتبقى داعية ما فيها إشكال، لكن تتكلم بالأدلة. قال اتكلم عن حاجة اسمها حرية الاعتقاد، هو طبعا تابع للأخوان المسلمين. حرية الاعتقاد يعني أنت تعتقد أي حاجة دايرة، زي نظرية الترابي يقول لك فمن شاف اليومن ومن شاف ليكفر، ما فيها حاجة. والآية دي لو هو بيفهم ما فيها حرية الاعتقاد،
ربنا قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. يعني مثلا الدكتور يقول لك الباب ده جايكم في الامتحان، دارين تقروا على كيفكم وما دارين تقروا على كيفكم، يقول لك يا سلام والله الدكتور ده فاهم، خلاص فاهم ولا انت ما فاهم؟ ها ده اسمه اسلوب التهديد يا اخوان. عشان كده نهايه الايه قال شنو؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المواد قال لك بتشوي الوش، انت تقول لي دي حريه؟ دي ما حريه. فبقول بحريه الاعتقاد. قاموا سالوا قال انا ما عندي مشكله في مساله الحريه، قال الاعتراض على الدوله، الاعتراض قال حتى على الاسلام ما عندي مشكله، حتى الاعتراض على الله، حتى الاعتراض على الرسول انا ما عندي فيه مشكله. قال ودي رده تعترض على الرسول؟ ربنا قال قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. تعترض على الرسول؟ وده كفر بالله، ما بجوز تستمع للسويدان. وهو اللي بيغرس فوقك الشبهات في الصحابه، منهج الشيعه جاي من الزول ده، معه مجموعه ثانيه، فما بجوز، ومعه عايد الغرني برضه، ديل ما تسمع له. طيب في سؤال مباشر. المغامسي ده صوفي يا اخوان، صوفي بيدعو لمنهج التصوف ومنهج جماعة التبليغ، وما عنده دعوة للتوحيد زي العلماء الكبار، فهمت؟ الشيخ ربيع، الشيخ العباد، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الفوزان حفظه الله، غيره من العلماء تلقى غالب كلامه مع انهم في بلد بتاع التوحيد. تقال السعودية دي فيها قبة؟ ما فيها. مع انه الجباب اللي كانت فيها كانت جباب بتاع الصحابه. يعني تخيل هسه نحن ابشرة ولا غيره يعملوا لنا بيه شمطه وديل وعمل وسووا، تخيل لو كان في صحابي مدفون هنا مش كان الا نرحل من البلد دي نخليها؟ والله الا ترحل ابشرة بس ولا تورعفينا ولا سجم رماد، يقول لك اوه يعمل لك مشكله. كويس يا اخي، زمن الشيخ ابن باز، شوف 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 دعاة النجاط كيف. زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلقاه في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز تقريبا المجلد الثامنة والسابع. الشيخ ابن باز لقى في جريدة من الجرائد السعودية قالوا دايرين، قال وزارة السياحة دايرة تعيد ترميم منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه إمام داعية للتوحيد ورمز للدولة وكذا وكذا. الشيخ ابن باز لما لقى الكلام ده قال فقد اطلعت اللجنة الدائمة على ما ورد بصحيفة كذا بتاريخ كذا إنه دايرين يعيدوا ترميم منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال وهذا العمل وسيلة وذريعة من وسائل الشرك، وبهذا نأمر الجهات المختصة بأن تهدم هذا البيت لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شو النجيض، محمد بن عبد الوهاب بيته ذاته شالوه كسره، ما في لعب، فهمت؟ لعب ماف. لكن تلقى انصار السنه يمشي يكرموا لك بتاع الطريق السمانيه، جابوه في المركز العام بتاعه، وداك بتاع الطريق السمانيه قال انا دي كانت اللحظه الراجيه انا. والله جت ده بقول الولي بيحيي المقبور عديل. قال من كرامات احمد الطيب البشير لما اشرف ولده على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه، وانت بتشوفه ربنا قال فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن شنو لا تبصرون. ده قال الآية دي غلط أول حاجة، عرفتها؟ قال جاءته الملائكة لقبض روحي فقال لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ ها قال له طيب الزول ده ما أجل تم. قام قال لعزرائيل ارجع إلى ربك فإن الأمر قد نسخ، إن الموضوع ده انتهينا منه. قال له قال فشوف يا أحمد من تلك الوعكة وعاش 30 عاما. ده في كتاب اسمه زهير الرياض. تجي تكرم لك بني آدم بينشر العقائد دي، أبوه ذاته الكرمه ده اسمه مين كده؟ حسن الفاتح قريب الله، هو دكتور قال، وأبوه كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية هلك. في كتاب اسمه يستنبئونك قال سؤال، هل يخرج الولي من قبره فيقضي حوائج الناس ثم يعود؟ هذا السؤال ده بقوله زول نصيح ده بروف. قال نعم يخرج قال. وربنا قال ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون. أنت خشيت جوا هنا تاني ما بتمرق. عبد المحمود برضو قال شيخه أحمد الطيب قال عنده حوار، الشيخ كان عنده حوار قال شغال ذكر جد يا دايم،
ماسك ذكر 5500 مرة ولا المهم عدد من أعدادهم دي. فقال له يا بني ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة. قال له لعل أباك مات وهو غير راض عنك. لا يمكن يكون أبوك مات وطيب ده عرف كيف ده عشان داري يوريك إنه بيعلم الغيب. من هنا كفر. قال له صح. قال له طيب أبوك حي ولا ميت؟ قال له أبوي ميت. قال له خلاص أروح المغابر عشان نحل لك المشكلة دي. مشى معه والمغابر. قال له قبر أبوك وين عشان ما نقوم نمرق لنا زول تاني. فهمت؟ والله جد. قال له قال فأشار إلى قبر أبي. أشار له قبر أبوه. قال له هدري أنت. قال له 100% أي. قام قال له قوم يا حاج. طوالي عمك قام. قال له لعل أنت مت وولدك ده ما راضي عنه وولدك ده كثير العبادة وناقص الدرجة. قال له الله أبوي الشيخ بس عشانك أنت عفينا منه. قال له الله أرجع. أنا تاني برجع والله أمسك كرة على الشيخ يا نمرق يا نخش سوا. طب تلعب ولا شنو؟ يا ناس ده دين ده جا كرمان صار السنة ديل. فده أخواننا كله لعب ساكت. ده كله من اللعب. فالمغامسي ده زول صوفي ساكت زول بيلعب. يا دي شو له كلها ديل كلهم ناس أخوان مسلمين عندهم السمت بتاعهم هيئة بتاعت السنة اللحية وتقصير الإزار والساعة باليمين وكذا. بيحاول شنو؟ بيحاول إنه يظهر لك السنة لكن في النهاية منهجه خربان. قال للرسول اعدل فإنك لم تعدل. الراوي قال محلوق الرأس محلق الرأس ناتئ الجبهة غائر العينين مشمر الإزار كث اللحية. قال كأن جبهته ركب المعزة من كثرة الصلاة بتاعته. جبهته دي زي ركبين الغنماية من كثرة السجود. دي هيئة السنة ولا ما هيئة السنة؟ نقول الزول ذاك لأنه دي هيئته نحن ما نطبق السنة. نقول كده لا. هو تطبيقه للسنة صح لكن منهجه غلط. فكون الإنسان يكون شكله شكل السنة دما يا أخواننا دما يبرر له أو ما يبرر لك إنك تسمع لي. دون دمكم محمد حسين ومحمد حسان آخر حاجة جابوهم طالعين فوق في السهريج. قال لقد أرسلنا العقلاء وما أعرف عملنا كل المحاولات ولكن نقولها اليوم دمي دون دمكم ونحري دون نحركم. مش قال كده؟ جاء السودان هنا جابوها أنصار السنة خارجي جابوه هنا في السودان وهناك المصريين اللي قال لهم دمي دون دمكم دمه قاعد بيجاي وأكل قضيم زاد دمه وبيغادي ديلك مساكين ماتوا بيغادي. عرفتها؟ فما بيجوز يا اخوانا لي اسمع للناس الكبار انت مالك ومالهم. عشان كده ابن مسعود قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. ايوه محمد صالح المنجد ايضا من هذه الشله. مجموعه دي مجموعه كبيره جدا. انا لو دار اديك اسمائهم والله اطلع عليك فوقهم كتاب كامل. وزمان يا اخوانا شوف العلماء اهتموا بالقضيه دي. في كتب اسمها كتب الضعفاء والمتروكين. وده أخواننا وابن حبان ده إمام من العلماء عنده كتاب اسمه المجروحون. الكتاب بتاعه لو شلته إلا تتحير كله جرح بس ما في واحد مجيط. وزول جرح ابن حبان ده ما نافع. تعرف ابن حبان ده عند المحدثين بيسموه من المتساهلين. زي شنو؟ زي عندكم دكتور يقول لك في دكتور ده والله حافظنا بالواحد ما بقدر أغيب يا عرفته. وفي دكتور تاني يقول لك اسمع ما مشكلة يا اخ ما هو ده قاعد يمشينا ولو حنكنا معه بدينا حق الاعمال السنة وكده. يتخيل يوم الزول اللي بديك اعمال السنة وساهل معاك ده يوم يقول لك الطالب ده ما نافع ده تاني كيف ده؟ ده تاني ما بي ده تاني تلجن خلاص. ابن حبان كان فيه تساهل وهو من العلماء رحمه الله لكن العلماء كانوا عشان ياخذوا قوله في التعديل بيتشددوا. لكن ابن حبان لو قال لك الزول ده ما نافع تاني ولا بعينه له ده قال لك ما نافع ولا بعينه لو تاني لأنه زول المتساهل قال ده ما نافع ما بيستغلوا به. فالموضوع يا أخواننا لو داير أجيب لك أسماء كثيرة جدا وأهل الضلال كتار. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا شنو كثيرا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بس عليك بالحق كما قال علي بن أبي طالب اعرف الحق تعرف أهله. وعشان ما تجوط في كتب في كتاب اسمه وصول السنة للإمام أحمد
أقرأه وراك المنهج ده حدوده شنو وتقول شنو وما تقول شنو بتعرف به، تعرف إنه داك قال كده وداك ما قال كده وداك قال كده. يعني أنت الليلة مثلا المهندس المدني أو الكهربائي أو كده زول مثلا دارين نبني عمارة بيجي فيها بتاع المساحة بيخط المقاسات بتاعته بطريقة معينة، الزول النجيد بتاع مدني ولا مهندس بتاع مساحة من بعيد بيعرف الزول ده نجيد ولا ما نجيد، صح ولا ما صح؟ تلقاه وقال بل بتاع القراية ده اسمه شنو؟ ها؟ تلقاه وقال بالجهاز كده تقول ده الزول ده جايب انه ساكت، فهمت؟ المهندس بتاع مدنية تلقاه زول ما بيعرف يشيل مقاسات العمود العمدان بتاعته ملولوة، عرفتها؟ لسه بيبني بالشغل القديم، الكود بتاعه ناسيه في البيت، فهمت؟ ما مشتغل شغل نجيد. بتاع الكهرباء تلقى مقاساته جايب لك مقاس بتاع سلك كبير كيبل كبير في 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 محل صغير بتاع لمبه صغيره ما ممكن تجيب، صح؟ جايب له مثلا حاجه مكلفه نحاس بدل ما يجيب حاجات زي دي، انت بتعرفه صح ولا ما صح؟ ليه عرفته؟ عرفته كيف؟ لانك انت قاريه اصلا. فانت عشان تعرف الزول ده صح ولا غلط تعرف شنو؟ تعرف الحق. وليه زول بيهتم بدنيته كثير وفي الدين بيلعب؟ الطماطم دي عزيلة لك، لا أقليبها بغادي يقول لك الطماطم أقليبها يمكن تكون ما كويسة، ولا القفة دي يمكن تكون تحت خاتي لك قش عشان توريني إنها قفة كبيرة وتحت فاضية أفتح أمرك. لكن في الدين يأخذوا ساكت، والدين ده جنة كنار. طيب، ما حكم دعاء بعضنا لبعض بعد الصلاة تقبل الله؟ ده بيمنعك من تطبيق السنة، لأن السنة بعد تسلم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال الكرام، والأدعية شنو المعروف. يوم جمعة مباركة الشيخ الفوزان قال هذه ما وردت عن السلف، هل يجب علينا أن نؤمن بالكتب السماوية مثل التوراة والإنجيل والزبور؟ نعم، يجب الإيمان بها إيمانا مجملا أنها من عند الله وأنها تأمر بالتوحيد وأن فيها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان مجمل. أما تفاصيل ما يجب علينا شنو الإيمان بها. لي جار نصراني وكان صديق لي وكان يهنئنا في عيد، فكيف يكون لي التعامل معه؟ العلماء قالوا التهنئة في العيد ما بتجوز، ما بتجوز. شيخ ابن عثيمين قال ما بتجوز، لأنه هذه من أمر شنو؟ من أمر الدين. وهذا يقودنا لمسألة الأعياد اللي بنشروها العلمانيين بيناتنا، زي عيد الحب الفالنتاين دي. فالنتاين ده شنو؟ ده قسيس نصراني في الدولة الرومانية، الملك شاف انه العساكر الما متزوجين بكاتلوا تمام، فمنع الزواج في الجيش. فالنتاين ده كان نصراني ومخفي الدين بتاعه، بقى يعقد للعساكر شنو تحت تحت. لما عرفوا الملك قام شنو؟ قام اعدموا وصلبوا فوق. بعد ما انتهت دولته ومشى الزمان الناس يتذكروا فالنتاين وعملوا حاجه اسمها عيد شنو؟ عيد الفالنتاين. الناس يقول لك هابي فالنتاين دي، مش فده معناه شنو؟ ده معناه تهنئه بهذا النصراني. وزي عيد راس السنة تلقى الناس ماشيين هنا اللبخ والبحر هناك شايلين عمدان وكده ويلعبوا والكورة والكشتينة إلى آخر. ده معناه شنو؟ عيد راس السنة أو عيد الكريسماس. يزعم النصارى أن هذا هو اليوم الذي تعالى الله عن ذلك زنى الله فيه بمريم فأنجب عيسى. تقالوا معناه شنو يعني؟ بعدها بيجي عيد شم النسيم، قالوا الله لما كان مدفون في الواطة حت ثلاثة يوم، في أثناء الثلاثة يوم دي فتح القبر وشمه وتاني جراجة. فدي كلها أخواننا أعياد كفرية، عشان كده عمر الخطاب قال لا تدخلوا على اليهود والنصارى في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليه. وناس تلقاهم بيعملوا عمايل شينة جدا في العلمان اللي بيجي يقول لك نخرج وظلمونا وما لاقين ناكل إلى آخر، تلقاه في اليوم ده بيتجادع بالبيض والدقيق والموية الباردة. ما قلت جعان بس ده ما يفترى كويس، ومارقين وتلقى واحدة لابسة لها شبشب أحمر وواحدة فردة حمراء والتانية صفراء وتلقاها لابسة شنو أحمر، وبقت في محلات جيبوا لك يجيبوا لك بتاع الشجرة ذاك اسمه شنو؟ بابا شنو اسمه؟ بابا نويل، مش دي كلها عقائد نصرانية. فإخواننا المسلمين لازم يكونوا عزيزين بدينهم، فما بيجد دليل صحيح على إنه الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا في السلطة. ما بيقدر يجي إخواننا الصحابة تقاتلوا في السلطة كيف؟ هل أنت بتعتقد العقيدة دي؟ كيف أسأل أنا لو قلت لك محمد مصطفى قاعد يقول أنا شغال في الدعوة دي 40 سنة، لو قلنا 40 سنة دي عشان كرشه بيرضه الناس اللي معه بيرضوا له؟ طيب الصحابة كيف يتقاتلوا من أجل؟ قال يتقاتلوا من أجل السلطة ومن أجل الإمارة
وقد نقول لهم حظ من الدنيا. قال وانا الكلام ده بتحدى بالسعوديه كلها قال، وقال تعال بدعني وشغلاني يا شكل، انت مبتدع ما دار لا اي كلام. مصطفى عبد القادر مبتدع، فهمت؟ زول بيس يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في السلسله الصحيحه حسنه الالباني، قال واذا ذكر اصحابي فامسكوا. عشان كده من اصول اهل السنه والجماعه على الاجماع ارجع الطحاويه، ارجع الواسطيه، ارجع غير من كتب السنه اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، اصول السنه الامام احمد، غير من الكتب الابانات لابن بطه وغيره. ومن اصول اهل السنه والجماعه الامساك عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخوض. قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. واحد سأل واحد من العلماء قال له إنما قاتل أهل الجنة أهل الجنة، أهل الجنة قاتلوا، إنت من أهل منو إنت؟ إنت مالك ومالو، عرفت؟ فمنهج أهل السنة تسكت، دي الأدلة كده. فيجي يقول الصحابة تقاتلوا من أجل الدنيا ومن أجل السلطة، صحابة مرقوا سيف سيف عديل قتلهم في الدين، يقطعوا يدينهم وكرعينهم ويدينهم وتشل يد طلحة رضي الله عنه، وعمر يقتل خاله، أبو عبيدة يقتل أبوه رضي الله عنهم أجمعين في الدين في الدين. وبعد يقول دايرين السلطة، لا يدزول أضل من حمار أهلي. وده من الزندقة، كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله، قال من طعن في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، لأن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما أدى ذلك إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فهو زنديق وما دار يتوب. وما في بني آدم بيوافقوا في الباطل بتاعه ده. أخونا الفاضل مزم الفقيري هو من الإخوة المجاهدين في الدعوة، نسأل الله أنه يحفظه، وليس هو بمعصوم كغيره من الناس، فبتستفيد منه في مناظرته للسرورية التكفيرين الخوارج، في مناظرته للصوفية. عنده كان مناظرة قبل أسبوعين مع واحد اسمه حميدة، تلقاه في قناة مزم الفقير اثنين، وكمناظرتي لمحمد عبد الكريم السروري. عنده الآن ضنب هنا اسمه عبد الملك، عرفته؟ وكرده على أنصار السنة وغيره وكشف زيفهم. فنحسب إنه إنسان مجاهد، وفي النهاية هو ما معصوم. والعبرة إنه يا أخوانا الزول لما يقول له حاجة يتوب، مش إنه إذا أخطأت في حاجة تتوب. وشرط التوبة إذا كان المعصية بين الناس أن تتوب شنو؟ بين الناس. ما ممكن أنت تعمل معصية يقول لك أمشي له في بيته، أنا ما داري أعرز بيته، يتوب. ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وشنو وبين. الشيخ محمد السيد حاج رحمه الله هو داعية من دعاة التوحيد، والذي أدين الله عز وجل به أنه من أهل السنة، لكن عنده بعض الأخطاء، في أخطاء تاب منها وفي أخطاء لم يتوب منها. لكن أنا في النهاية بقول لك أسمع للعلماء الكبار، لكن هو من أهل السنة ما بنبدع، أنه في مسألة الثناء على عمرو خالد وسيد قطب إلى آخر. عمرو خالد قال رأيت الله في ميدان التحرير، كده خليني منه أنا. أيوة الشيخ رسلان هو من أهل السنة والجماعة، وهو من الدعاة وزكوه العلماء. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.